لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى وأجمل بنات في الدنيا. النهاردة يا حبايب قلبي في قناة وصفات مع جيجي كل حياتي هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا لتطويل الرموش، وكمان هتكثف الحواجب. وصفة رائعة جدا، مكوناتها بسيطة جدا. يلا بينا عشان نقول احنا عملنا الكريم الجميل ده ازاي اللي احنا هنطول بيه رموشنا وهنكثف بيه الحواجب. خليكم مع جيجي عشان تعرفوا مكونات الوصفة بتاعتنا واوعوا تروحوا بعيد. اول مكون يا بنات هحتاجه في الوصفة بتاعتي هي ليمونة. هنحتاج ليمونة واحدة، هنغسلها وهنعصرها وهناخد العصير بتاع الليمون الحامض. اما تاني مكون هستخدمه معايا هو الفازلين. هحتاج فازلين يكون طبي من الصيدلية، يفضل يكون طبي يا بنات من الصيدلية، بلاش تجيبيه من العطار. دلوقتي يا بنات انا جبت الطبق بتاعي وهبدأ اضيف معلقة واحدة من الفازلين. لو انت مش عايزة كميات كتير ممكن تعملي نص معلقة من الفازلين، لان استخدامك فيه هيبقى يعني هنحتاج حاجات بسيطة جدا جدا اللي احنا هنستخدمها. ادي معلقة الفازلين وحضع عليها معلقة واحدة من الليمون اللي انا عصرته. الليمون طبعا يا بنات حامض ومفيد جدا جدا. وطبعا كلنا عارفين الليمون بيحتوي على فيتامين سي وفيتامين بي اللي بيساعد على نمو شعيرات الحاجب. لو عملنا الوصفة دي بإذن الله بتساعد على نمو شعيرات الحاجب وبيخلي الحواجب تقيلة وكمان بيكثف الرموش. دلوقتي زي ما انتم شايفين كده انا ببدأ امزج الفازلين مع الليمون بالشكل ده. هفضل اقلب لحد ما المكون معايا يمتزج ببعضه بالشكل ده. حبايب قلبي كده انا قلبت الوصفة بتاعتي وبقت جاهزة ان انا استخدمها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا قلبت الليمون مع الفازلين. طيب طريقة استخدامي بقى يا بنات للوصفة بتاعتي دي سهلة جدا جدا. طريقة استخدامنا هنجيب المسكرة بتاعتنا، وتكون اي مسكرة عندك ما بتستعملهاش، يعني مسكرة تكون نشفت خلاص ما انتش محتاجاها. وهتبدأي تحطيها في الخلطة بتاعتك ديت وتبدأي تسرحي بيها رموشك وتسرحي بيها برضو الحواجب. ممتازة جدا جدا، لان الليمون بيساعد على تكثيف الشعيرات وبيكثف وبيطول الرموش. ده غير انه كما زي ما قلتلك بيحتوي على فيتامين سي وفيتامين بي. حبيب قلبي الوصفة سهلة جميلة جدا ويا رب تعجبكم. اذا عجبتكم الوصفة تنسوش تعملوا لايك للفيديو، شيروا الفيديو لكل اصحابكم على الفيسبوك وجوجل بلس واتساب، وان شاء الله باذن الله اشوفكم في وصفة جديدة مع جيجي كل حياتي. لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك او سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.